باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. مساء الخير. سيدنا المطران ويليام الشمالي جزيل الاحترام، وحضرات الخوارني اللي موجودين، المدير المدرسة سيد غابي، والفرير فرير ألبير، فرير خوليو، وفرير داود، والمعلمين ومعلمات الكرام، وكل جميع الموجودين بهذه الكنيسة. اسمي فرير رافائيل غونزاليس. وصلت أول مرة الأردن بالسنة 1953. أول سنة مدرسة الفرير فتح البواب بجبل حسين. وأيضاً كنت موجود لما انبنى هذه الكنيسة بالسنة 1967. لما بنينا هذه الكنيسة كمان كان في أزني سيد بواب موجود، يمكن تلميذ بهذا الوقت، بعرف اسمين كمان بهذا الوقت، الأستاذ غابي لا بعدين، بتذكروا كم واحد من التلاميذ القدماء. الفرير بعمان بهذا المناسبة بالخمسين سنة بالكنيسة، تعرفوا كرسالة جماعة الفرير هو المحبة الطالب والمحبة الأولاد والشباب وكمان للكل الجميع. المدرسة الفرير بخصوص الكنيسة بيكون لخدمة الله ولخدمة الشعب. هذا الكنيسة بيت الله، البيت الله للجميع. اسمحوا لي بهذا المناسبة الخمسين سنة بذكرى رجلين لحسب التاريخ وأنا موجود بنوا هذا الكنيسة. أولاً المرحوم المهندس توفي مرار اللي اشترى هذا الأرض وطلع المدرسة 11,000 دينار بهذا الوقت بسنة 1959، لأنه بهذا الوقت المؤسسة ما بيقدر ما عنده إمكانية يدفع ثمن الأرض. والثاني الفرير أونوري أيوب كان مدير المدرسة بهذا الوقت، وحطوا كل المحبة كل الفن وكل الأنشطة وكمان المحبة لله ولمريم العذراء. اليوم صلواتنا نطلب من الله تعالى البركة لهذه المدرسة ولهذا الوطن الكريم ولكل المصلين والمسيحيين بعمان وبالأردن، والله بارك الجميع. ميرسي. بس كلمة صغيرة من المطران بيير باتيستا بيتسابيلا اللي كان لازم يجي على هذا الاحتفال وما قدرش لأسباب ما قدر يقولنا إياها، ولكن كان حابب كتير، حكاني من 4 أشهر إنه بده يجي بس مع الأسف. بدي أقرأ لكم الكلمة اللي حكاها. The Lord give you peace. It is with regret
that I am not able to celebrate with you the 50th anniversary of the Frères School and Church on Saturday, April the 1st. I have delegated Bishop William Shomeli to be my representative for this celebration. I hope that on my next visit to Jordan, I can greet and congratulate all of you on this significant milestone of your community's presence and service to the church and the faithful through the School of Saint John Baptiste de la Salle and its church. May the Lord bless you and your ministries, particularly in the field of education. We journey together during this time of Lent as we foster new life in our young people. Sincerely yours in Christ. Pizzaballa, Apostolic Administrator. أيها الإخوة والأخوات، جئنا نشكر الله على بناء واستمرارية هذه الكنيسة التي هي بيت الله وبيتنا وبيت الصلاة تدعى. وكي تكون صلاة شكرنا مقبولة لنندم على كل ضعف صدر عنا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. يا رب يا رب ارحم يا صلي. اللهم يا من جعلت من القديس يوحنا دي لاسال إشعاع نور وراعيا صالحا في كنيستك، ابعث مربينا صالحين تملأهم نعمة الإيمان والخدمة فيقف حياتهم على تربية النشء على مثاله. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من أعمال الرسل. في يوم الخمسين وقف بطرس والأحد عشر فرفع صوته وأعلن للناس قال: فليعلم يقيناً آل إسرائيل أجمع أن يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم قد جعله الله رباً ومسيحاً. فلما سمعوا ذلك الكلام
تفطرت قلوبهم، فقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نعمل أيها الإخوة؟ قال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل منكم باسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، فتنالوا موهبة الروح القدس، فإن الوعد لكم أنتم ولأولادكم وجميع الأباعد على قدر ما يدعو منهم الرب إلهنا. وكان يستشهد بكثير من غير هذا الكلام ويناشدهم فيقول: تخلصوا من هذا الجيل الفاسد. فالذين قبلوا كلامه اعتمدوا، فانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. كلام الرب. قراءة من رسالة القديس بطرس الرسول الأولى. أيها الأحباء، إن عملتم الخير وصبرتم على الآلام نلتم الحظوة عند الله، فلهذا دعيتم. فقد تألم المسيح أيضاً من أجلكم وترك لكم مثالاً لتقتفوا آثاره. إنه لم يرتكب خطيئة ولم يوجد في كلامه غش، شتم ولم يرد على الشتيمة بمثلها، تألم ولم يهدد أحداً، بل أسلم أمره إلى من يحكم بالعدل.
وهو الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي يموت عن خطايانا فنحيا للبر، وهو الذي بجراحه شفيتم فقد كنتم كالغنم ضالين، أما الآن فقد رجعتم إلى راعي نفوسكم وحارسها. كلام الرب. شريف من بشارة القديس متى الإنجيل. وفي تلك الساعة دنا التلاميذ إلى يسوع وسألوا: من تراه الأكبر في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا فأقامه بينهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا فتصيروا مثل الأطفال لا تدخلوا ملكوتا. فمن وضع نفسه وصار مثل هذا الطفل فذاك هو الأكبر في ملكوت السماوات، ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني. من قبل طفلا إكراما لإسمي فقد قبلني أنا. إخوتي الكهنة والرهبان، الأخوات الراهبات، الأخ رفائيل والأخ ألبير وباقي إخوة المدارس المسيحية المحترمين، الأب عصام الزعمط كاهن الرعية والكهنة السابقون الأفاضل، حضرة مدير المدرسة الأستاذ جابي، أبناء رعية ديلاسال المحبوبون، أحييكم جميعاً في هذا اليوم البهيج الذي فيه نشكر الله لمرور نصف قرن على تدشين هذه الكنيسة الجميلة التي خدمت وما زالت تخدم رعية جبل الحسين
ومدرستها خدمة جلة. وما أجمل المعاني التي نستمدها من هذا البناء المتناسق الذي يضمنا هذا المساء، فهو بيت الله، هو بيت من بيوت الله، وهو أيضاً بيت كل واحد منا، هو بيت الجماعة. هنا نجد الراحة والسلام والمغفرة، هنا نصلي وتستجاب صلواتنا وأدعيتنا، هنا نستمع لكلام الله الحي وشرحه وتطبيقه على حياتنا اليومية، هنا ننال العماد ونعمة القداسة، هنا نتزود بالقربان الأقدس، هنا نستمد القوة لمواصلة السير نحو المدينة المقدسة أورشليم العلوية، مكان السعادة الخالدة. إخوتي وأخواتي، إن الكنيسة التي تحتضننا اليوم، ونشكر الله على استمراريتها، إنما هي صورة مسبقة لكنيسة أورشليم العلوية أي السماء، التي نسير نحوها شئنا أو أبينا. وإن بهاء العبادة وجمال الترانيم والموسيقى الكنسية وعطر البخور والسلام الذي نستشعره ونحن قائمون هنا في حضرة الله، إنما كلها تنبئ بالبهاء والجمال والأفراح الخالدة التي تنتظرنا نحن المؤمنين في هيكل مجد الله العظيم أي السماء، حيث ما أعده الله لمختاريه لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان قط. وأعود معكم الآن إلى القراءة الإنجيلية، حيث سمعنا يسوع يقول وهو يشير إلى طفل صغير: من قبل طفلاً إكراماً لاسمي فقد قبلني أنا. هذه الآية الكريمة هي غاية في الأهمية، لأنها ستتكرر مرة أخرى في إنجيل دينونة الأخيرة، حيث سيقول يسوع لكل واحد منا: ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار فبي قد فعلتم. وقد أخذ القديس يوحنا دي لاسال مؤسس جمعية الفرير، أخذ هذه الآية الكريمة على محمل الجد، وأسس رهبنة خاصة قبل 3 قرون ونصف. أسس هذه الرهبنة للاهتمام بتربية النشء الصاعد، تربيته على الأخلاق القويمة والإيمان الصحيح وأيضاً المواطنة الصالحة. والكنيسة والمدرسة هنا القائمتان هنا منذ أكثر من نصف قرن هما شاهدتان على النجاح الذي حققته جمعية دي لاسال خلال القرون السابقة وحتى اليوم. هذه الكنيسة والمدرسة التي تجاورها تشهدان أن العلم والإيمان يسيران معاً ولا تناقض بينهما، فالعلم يدعم مقولة الإيمان والإيمان يسند مقولة العلم، فأصل الاثنين هو الحقيقة التي نسعى إليها والتي مصدرها هو الله. هنا يتعلم الشاب كل شيء، هنا يتعلم الشاب كل شيء يسلحه للحياة، من الروضة وحتى ما قبل الروضة وحتى الثانوية العامة. هنا يتعلم الطلاب العلوم الإنسانية والأخلاق والإيمان، ويستعدون لدخول معترك الحياة
وقد تمرست شخصيتهم وصقلت. وبما أنه لتناقض بين العلم والإيمان، فليس كذلك أي تنافر بين الإيمان والمواطنة الصالحة. فالمؤمن الحقيقي هو مواطن صالح يؤدي واجباته نحو الله ونحو الوطن بروح انتماء وسخاء. وكم من شاب وشابة تخرجوا من هذا الصرح العلمي وهم شاكرون لله لنعمة وجود هذه المدرسة ولنعمة استمراريتها. ولا بد من ذكر سبب نجاح مدارس الفرير في العالم كله وسر نجاح جامعات الفرير في العالم كله. ففي كتابه بعنوان رفيق المربي كتب القديس يوحنا دي لاسال هذه العبارة القصيرة: حب المربي، حب المربي لطلابه هي الصفة المميزة. حب المربي لطلابه هي الصفة المميزة. طبعا مطلوب من المعلم أن يعرف المادة التي يدرسها، مطلوب منه أيضا معرفة الطالب الذي يدرسه، وأن يعرف مراحل نموه النفسي وحاجاته ومتطلباته. لكن هذا لا يكفي، إنما يجب أيضا محبة الطلاب وتقبلهم ومرافقتهم بكل عطف وحنان وصبر، وكل ذلك يستمده المربي من الآية الكريمة التي وردت في إنجيل هذا الاحتفال: من قبل طفلاً إكراماً لإسمي فقد قبلني أنا. اسمحوا لي أيها الإخوة والأخوات أن أشكر بهذه المناسبة باسمكم جمعية الفرير الممثلة هنا بالإخوة الذين دعونا واستقبلونا، وأضم إليهم كل الإخوة العاملين في مدارس الفرير في فلسطين والأرض المقدسة وأيضاً في جامعة بيت لحم. نشكرهم جميعاً على أمانتهم لرسالة مؤسسهم يوحنا دي لاسال. والشكر أيضاً موصول لجميع الكهنة، كهنة الرعية الذين خدموا على ممر الأيام، خدموا رعية جبل الحسين وتعاقبوا على خدمة هذه الرعية بإخلاص وتفان، ومنهم حاضر الآن ويمثلهم الأب عصام الزعمط والأب عدنان بدر. نصلي من أجلهما، ولكن أيضاً من أجل جميع الكهنة الذين تعاقبوا على خدمة هذه الرعية. كما أريد أن أنوه بامتنان إلا أن جمعية الفرير احتضنت منذ البداية رعية جبل الحسين منذ 50 عاماً بكل سخاء وتفان. لذلك أكرر امتنان البطريركية اللاتينية والبطاركة والأساقف السابقين والمدبر الرسولي لهذا الصنيع الحسن. إخوتي وأخواتي، شكراً لإخوتنا الفرير، وشكراً لمن خدم هذه الرعية. صلاتنا لكم جميعاً حتى تزدادوا كلكم فرحاً وإيماناً ورجاءً ومحبة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضاً سيأتي بمجد عظيم
ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة مع القدسة الرسولية ومعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الدائمة. فيما نحتفل هذا المساء باليوبيل الذهبي لهذه الكنيسة، لنرفع أدعيتنا إلى الراعي الصالح ولنسأله البركات الروحية والزمنية بالشفاعة القديس يوحنا دي لا سال. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل الذين ينكرون على المسيح قدرته ويصدون على ذواتهم رحمته، لكي يعترفوا بقيامته ويسجدوا له لها مهللين وينقلوا نبأها إلى الناس سراً للرحمة والخلاص، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل رهبنة المدارس المسيحية الذين اختارهم المسيح ليشتركوا في عمله الخلاصي بتكريس أعضائها لله في تربية النشأ وخدمة الفقراء والمحتاجين، وأن يكونوا سفراء ومعاوني المسيح، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل أبناء رعية القديس يوحنا دي لا سال، لكي يسيروا على خطى شفيعهم في تربية أبنائهم وتنشئتهم تنشئة صالحة، ويحصلوا على النعم لعيش القداسة بشفاعته، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل المعلمين الذين اختاروا خدمة الطلاب بتعليمهم وتربيتهم ليكونوا على الدوام سفراء الله على الأرض، ومن أجل مدارسنا المسيحية لكي يدعو الرب كهنة ورهبان وراهبات ومكرسين من بين طلابها، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل العائلة اللاسالية من الأمهات اللاساليات وأعلام الإيمان والشبيبة وقلب يسوع ومجلس الرعية وبيت الرجاء، أن يتحلوا بروح الإيمان والأخوة والتعاون والخدمة على مثال القديس يوحنا دي لا سال، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي. من أجل أن تتكرم السيدة العذراء، وهي التي ما ضعفت عند الصليب ولا تداعت عند قبر الحبيب، وتؤتينا أن نكون مع المسيح فوق الذين رأوا ثم آمنوا سعادة وشجاعة وثوابا، وأن نستمد لنا من الله إيمان دي لا سال وصبره، إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. في ليلة اليوبيل هذه وبشفاعة القديس يوحنا دي لا سال نصلي من أجل طلباتنا ونياتنا الخاصة. إليك يا رب نطلب. استجب يا رب. تقبل أيها الآب الأمين صلوات شعبك المؤمن بشفاعة والدة الإله، شفيعة لمدارس الفرير في العالم، بالمسيح ربنا. آمين. التقادم. لقد منحتنا يا رب نعمتك وعطاياك منذ الأزل، فاقبل منا في ليلة اليوبيل لكنيستنا هذه التقدمة عربون شكر منا. الخبز والخمر. نقدم لك يا رب ما صنعته أيادينا من خبز وخمر
لتقبلهما وتقدسهما، فتجعلهما من أجلنا خبز الحياة وكأس الخلاص. فامنحنا إيماناً نتغلب به على الشك الذي يراودنا، وهبنا حباً عميقاً لسر القربان الأقدس، فاقبله يا رب وبارك. الصليب. على خشبة الصليب علقت يا ملك الأكوان، لتجعل من علامة العار والاحتقار علامة نجاة وخلاص لكل إنسان يرفع رأسه ليراك مسمراً عليها. فافض علينا غزير نعمك وبركاتك، وامنحنا الشفاء من أمراضنا الجسدية والروحية بإيماننا بفداء الصليب المقدس، فاقبله يا رب وبارك. سورة القديس يوحنا دي لاسال مع العائلة اللاسالية. نقدم لك يا رب العائلة اللاسالية ببراءة الطفولة في أحباء دي لاسال، وعنفوان الشباب في شبيبة دي لاسال، وحنان الأم في الأمهات اللاساليات، وأصحاب اليد السخية والخفية في بيت الرجاء، ورسلك للعناية بالأولاد والشباب وإمناء مواهبهم الجسدية والخلقية والعقلية في إعلام الإيمان. فساعدنا يا رب على أن نسير على خطوات في تنشئة الأجيال القادمة على حبك ومعرفتك، لأنك أنت وحدك الطريق والحق والحياة، فاقبلها يا رب وبارك. الشمعة. نقدم لك يا رب هذا النور لتجعله مصباح طريقنا، فيضيء لنا في أيام عتمة حياتنا ويأسنا وفشلنا، فاجعلنا ممن يبحثون دائماً عن النور الحقيقي ليسيروا بهداه، فاقبله يا رب وبارك. الورود. هذه الباقة من الورد ما هي يا رب إلا محبة منا نرفعها إليك على مذابحك الكريمة، فاغفر لنا سيئاتنا وقدنا إليك. أنت يا من رضيت أن تسكن بيننا وتخلصنا، لتعيد لنا كرامتنا الأصلية التي جرحت وذبلت جراء الخطيئة الأصلية، واجعلنا ممن يعملون بوصاياك فينتشر عطر أعمالنا الصالحة للآخرين فيمجد الله الآب، فاقبلها يا رب وبارك. المسبحة الوردية. نتمثل بالقديس يوحنا دي لاسال الذي كان متعبداً للعذراء مريم ويسميها مديرة مدارسه، ويقدم لها كل يوم مع رفاقه السبحة الوردية. نقدم اليوم هذه السبحة الوردية التي نرفع معها صلاتنا ومحبتنا وتضرعاتنا للعذراء مريم، لتتشفع لنا عند ابنها الحبيب يسوع المسيح، لنصبح على صورته ومثاله في الحب والخدمة والمسابحة، لتقبلها منا عربون محبة وإكرام، فاقبلها يا رب وبارك. وعندما أسير فوقك
بالخير والإحسان والجمال، وهي ما أبدت يدا. وارث الفينا الذي صنع صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. ليقبل الرب الذبيحة من يديه لما تبسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير كنيسته المقدسة عليها السلام. اجعلنا يا رب نبتهج دائما بهذه الأسرار، وخاصة اليوم في هذه الكنيسة، واجعلها مصدرا لسرورنا الدائم بالمسيح ربنا. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق معنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، يا من يشيد العالم كله بمجده وقد فدانا المسيح بألامه، فإن الصليب الذي لا يفي وصف بقدرته لآية سلطان للفادي المصلوب ودينونة للعالمين. لذلك ها إننا مع الملائكة ومع جميع القديسين بحمدك يا رب نسبح في فرح وابتهاج منشدين. Oh,
حقا إنك لقدوس أيها الآب، وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلاً: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسداً واحداً وقلباً واحداً في المسيح. ليجعل منا روح القدس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاري مع القديسة مريم البتول والدة الإله والقديس يوسف العفيف ومع القديس يوحنا دي لا سال شفيعنا وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عوناً في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وأسقفنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام الحاضر بيننا وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين ولا سيما الكهنة الذين خدموا هذه الرعية وجميع الرهبان الذين ينتمون لإخوة المدارس المسيحية الذين غادرونا إلى الحياة الأبدية من هذا العالم في سلامك. اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. وإننا امتثالاً لوصية المخلص
واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: جميع الشرور تعطف وامنح السلام في أيامنا، اغضضنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأنك الموت والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائماً. ومع روحك أيضاً. بمحبة تبادلوا سلام المسيح. سلام لك. سلام لك أبونا. فاضل. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.
نسبح اسمك القدوس وليس لي سواك. احبك يا روح الله، احبك يا روح الله، احبك يا روح الله. فأنت الحياة،
لنصلي. اسهر على قطيعك أيها الرب، أيها الراعي الصالح، احرس خرافك التي فديتها بدم ابنك الكريم، واجمع شملها في المروج الأبدية بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. معونتنا باسم الرب صانع السماوات والأرض. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.